اكتر من 1200 دكتور في 42 دوله في افريقيا, في دول ما كانش فيها تخصص مثلا اورام واحد. عملنا تدريب لتخصصات ما كانش موجوده وعملناها كاول متخصص في هذه الدول. نحاول ان احنا نعمل تنميه مستدامه ومش اعمال خيريه. بدات الدكتوره رشا مسيرتها كصيدلانيه تتمتع بخبرة في الصناعة الدوائية الدولية والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية. شغلت العديد من المناصب والأدوار التجارية الرائدة وصنفت كواحدة من أكثر 50 امرأة مؤثرة في مصر لعام 2020 وفقاً لفريق البحث في منتدى المرأة المصرية. اختيرت من ضمن أكثر النساء الأفريقيات تأثيراً حسب مجلة أفريكان وومن مرتين على التوالي, وتم تعيينها من قبل رئيس جمهورية مصر العربية كعضو في مجلس الشيوخ المصري, حاصلة على العديد من الجوائز لمساهمتها المجتمعية من الحكومات الأفريقية والسيدات الأوائل في عدد من الدول, وكذلك من الاتحاد الدولي لسيدات الأعمال والمهنيات. هذا بالإضافة إلى جوائز نالتها من وسائل الإعلام وجوائز الموضة وجوائز الأفلام. تعمل حالياً مع مجموعة من الفنانين لتطوير الأغاني المحلية ذات الرسائل المجتمعية. دكتورة رشا قلج سيدة مصرية ملهمة.